لازم تبقى طموح شويه، تصل ان شاء الله ان شاء الله كاس امم، وتصل لمرحله متقدمه، وان شاء الله ان شاء الله تصل كاس العالم القادم. هناك مساعدين للجهاز الفني، كابتن اسامه نبيه، كابتن احمد ناجي، دكتور علاء عبد العزيز، بالاضافه لمجلس الاداره بالكامل خلف يمكن هيكتور كوبر. وجودنا النهارده وحضورنا المؤتمر الصحفي تاكيد على دعمنا الكامل لهيكتور كوبر وجهازه الفني في المرحله القادمه. لابد ان شاء الله ان شاء الله نوفر كل السبل المتاحه للفتره القادمه. بس الظروف تهيئ له يقدر من خلالها يحقق، لكن بتكلم على هيكتور كوبر اسم كبير، لكن هم الظروف تساعده، بس يعني زي الجنين في نادي اسمه مدرب هاي، بس الظروف مش بتساعده. بتشوف بس اتمنى ان الظروف تساعده الدوري يرجع ويبتدي يشتغل. طب حضرتك شايف ان الظروف في مصر الفتره دي مواتيه او تساعده؟ في الوقت اللي بنتكلم فيه في الوقت الحالي كانت دلوقتي؟ لا طبعا، كل الظروف صعبه جدا، مفيش دوري، الله اعلم يرجع ولا لا، الدوري رجع في المره، لكن اللحظه اللي بنتكلم فيها الظروف صعبه جدا. طول ما مفيش دوري يعني اللعيبه مش جاهزه، مشاكل ماديه ولا ليها اي قيمه، عليها الدور الاول. اعتقد ان الراجل ده هيعدي بينا مرحله حلوه. شايف ان الفنانين الكبار الاهلي والزمالك هيقدروا يدعموا المنتخب خلال الفتره القادمه باللعيبه بتاعتهم في مستواهم؟ الاهلي والزمالك هم الاساس، الاهلي والزمالك هو الاساس، الاهلي والزمالك فايقين وشغالين كويس والمنتخب زي الفل، لكن لو مفيش بقى دوري تيجي تتكلم بقى في اهلي ماتشات وديه واللي بيجهزوا كل ثلاث اسابيع ماتش في افريقيا، احنا بنتكلم في ضياع.